احنا بنوجه رساله للنظام بشار الاسد. هذا اخونا هذا علوي، انا عايش باللاذقيه 22 سنة. ولك ليش زجيت طائفتك بمعركه خاسره وخليتهم يكرهوا السنه؟ ليش يعني انت ما بتفكر كيف بدنا نعيش مع بعض؟ ولك غصبا عنك رح نعيش معهم ونتواصل معهم، وانا بعرف العلوية طيبين وكويسين وحبابين، ولك وفقراء والله يا عشر قادة فرق، بس هن اللي عايشين وهذول حطونهم وقود لا تستفادوا منهم وتحرضوهم امتى ما بدكن باتجاه اهدافكن الخبيثة، وهن اولاد ضيع. والله الخبز يمكن بالسنة لا ينزلوا على الله شو اسمه، والله فقراء، والله ما عندهم أكل، والله ما عندهم خبز، والله إذا مرض واحد منهم بيموت وما عنده حق دواء. بس أنا بدي منكم يا أخواتي العلوية بالإجبال اللي عايش معكم وبتعرفوني وقاعد عندكم وشربان متي معكم، بس اوعوا نحن منا عداكم، نحن أخوتكم ونحن شركاء بالوطن وعشنا مع بعض. وصالح العلي، صالح العلي لما رفض يمر من تحت العلم الفرنسي ورفض إقامة دولة علوية، وأكيد أبناءه وأحفاده رح يرفضوا هالشي هذا، والمخططات مكشوفة، وإخواتنا العلوية رح يرجعوا لنا، وهذا واحد منهم مثلنا مثله. والسلام عليكم. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر. يا شباب بشار الأسد ما ترك لنا خيار، يا قاتل يا قاتل، لا يا قاتل، لا لا نعم نعم يا قاتل يا قاتل، يا بدك تقتل شعبك يا بدك تدافع عن شعبك تقتل اللي بدهم يقتلوا شعبك. ما ترك لنا خيار ثالث، لكن احنا ضباط، لو ترك لنا خيار انه ننشق انه يقدم لنا استقالة ونروح نقعد بالبيت كان نفضل، بس ما ترك لنا خيار. انا قاعد كتيب الدبابات كلفني بمهمة قصف الحافة، يا بدي اقتل يا بدي اروح، واذا رحت بدي انقتل، لذلك اختاريت اصف مع هذا الشعب وساعد الناس من الجيش. يعني حتى في ناس يعني ما قادره تنشق لانه ضيعتها مال محرره واولادها بتهديد وخطر، عرفت شلون؟ وفي ناس انا بعرف، انا كنت قاعد كثير دبابات لما اشوف التلفزيون اوريد عم تتفجر تفجر دبابه والله افرح، انا اقول لك انا قاعد كثير دبابات، هاي دباباتي شو افرح؟ فوضعني بتناقض مستمر. طيب انا بتبادر لذهني سؤال احيانا، رامي الدبابه اللي عمال يكون خلف المدفع وعمال يقصف على هالناس وقذيفته ما بيعرفها وين عمال تروح، يعني على مجمع سكني او على مدينه، شعوره ايش هو يعني، او ايش هالنوعيه من هالبشر اللي عمال يبعث هالقذيفة باتجاه أطفال أو باتجاه نساء أو ما عم بيعرفها هي وين عم بتودي أو لوين عم تصل، وإيش غايته أو إيش مشكلته مع هالناس اللي عمال يقصفهم؟ والله العظيم، والله العظيم بعرف واحد اسمه سين لأنه لسه بالنظام ما انشق، والله كان يبكي بعد ما يقصف، كان يسر لي يبكي بس يقول لي أقصف هيك عالي واطي كذا، عرفت شو؟ لسه عضيته ما كانت متحررة، شعوره قهر وانزعاج. بس اما العسكري، العسكري على فكره بسيط ما بيفهم ما بيعرف، مسكوا سلاح وصار يقوس العالم كيف، عرفت؟ يعني حط مثلا حط اثنين مثلا اولاد وبدون اسلحه بيقوسوا بعضهم، لذلك حط اثنين هيك وصار يقوسوا بعضهم. يعني لما القياده هو ما نو قائد على فكره، هو ما نو قائد، هو قواد، شتان بين القائد والقواد، عرفت؟ الناس اي انسان منهم بينزعج، بس اني ما بيعرفوا بعدين حشون انه هذول عصابات مسلحه باكستانيه افغانيه. انا اكثر من مره طلعت على الدنيا على اساس اني ليبي مرتزقه ومروج عمله وتاجر مخدرات وما بعرف انت كشخص. انا 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 اكثر من مره طلعت على الجزيره. طيب على اي اساس هيك طلعت؟ هو شكلي كان شكلي شبه ليبيا بس جايك يا باشا. احد الناس بشريط العباء كل نهار مو تم واحدة من قواتنا دمرت دوشكا، دمرت دوشكا، دمرت دوشكا، واحد هيك مرتاح قتل 6 او 16 او 26 واحد مرتاح. اخر شيء عمل احصائية، تعرف ايش طلع كم دوشكا عندنا؟ تفضل. تقريبا شيء 32 الف دوشكا. الله الله عندنا دمروا. أيوة. دمروا اللي تم تدميرهم يعني جمال دوشكا، انه 32 الف دوشكا عندنا. يخرب بيتك مع اكذابك، يخرب يا كبير الله اكبر.